ترى تلف البروتين ده باختصار؟ تلف البروتين ايا كان هي ظواهر التلف ده، تساقط كلبي متكرر بسبب فرد البروتين. تلف البروتين ده هو تراكم اي مواد تقيلة على كيوتيكل الشعرة من بره، على مسام الشعرة بالبلدي من بره. التراكم ده مش صحي، لان بمنتهى الاختصار الشعر زي ما احنا عارفين هو 3 انواع. التلات انواع دول مش هيتضرروا من فرد البروتين وترسب مولكيولز وذرات تقيلة على الشعرة زي بعض. 3 انواع شعر: شعر افريقي، شعر قوقازي اوروبي، شعر اسيوي. الشعر الافريقي اقلهم في القطر، الشعر القوقازي قطره متوسط، الشعر الاسيوي قطره اكبرهم وهو قطر دائري. الجذر بتاع الشعر الافريقي شبه الخطاف كيرلي، حتى الجذر بتاعه مجعد. الشعر القوقازي او الاوروبي الجذر بتاعه اكثر استقامه من الافريقي، اما الشعر الاسيوي فهو اعرض قطر والجذر بتاعه مستقيم تماما. حساسيه البروتين بتختلف في الثلاث انواع شعر دول بالترتيب كده. الافريقي اكثرهم حساسيه من البروتين، والاوروبي والاسيوي. ايه اللي بيحصل لما انا برصب بالعافيه وبالحراره وبالشده ذرات تقيلة زي ذرات البروتين المستخدم على الشعر؟ اللي بيحصل ان بيتم تراكم ذرات كبيرة على الشعر من بره وتفاعلها مع كيوتيكل الشعر الخارجي، بالتالي بيبدأ الشعرة تتقل والقطر بتاعها يختلف. بدل ما كان القطر اوفر رفيع بقى القطر دائري تخين، فبدأت الشعرة تتقل على الجدر، فالجدر عايز يتأقلم مع طبيعة الشعر الجديدة. فعشان يقدر الجذر يتأقلم مع طبيعة الشعر الجديدة يبدأ ان هو يحاول يبقى مستقيم. علشان الجذر يتغير من مجعد لمستقيم لازم الشعرة بتتساقط كده، يبقى بيحاول الجسم يتأقلم مع الحاجة الجديدة اللي حصلاله. وده من ذكاء الجسم على فكرة، احنا ما نقدرش نلومه على تغيير احنا عملناه بايدينا، خلفنا بيه طبيعة الجسم. الشعر لما بيتساقط بيطلع غيره تالف. ليه؟ لان الشعر لا منه فيه مقومات الشعر الاسيوي ولا منه فيه الدوافع الجينيه اللي تدي للشعر الاسيوي حلاوته وسمكه، ولا منه عارف يبقى الشعر الافريقي اللي قطره صغير اللي فيه تجعيده حلوه وطبيعته. فبالتالي الشعر بيبقى تالف، بيبقى بيطلع مستقيم وفي تجعيده بسيطه، يبدا يقول لك اصل احنا شعرنا من هنا مجعد ونازل كده مستقيم وشعري ما بيعملش كيرلي تاني. تلف مستدام بسبب ان دي حاجه مكتسبه انا عملتها خليت لي الشعره تتلف من جدرها. الشعره لما بتنمو بتبقى في حاجه للبروتين تاني وتالت ورابع. الشعره ما بتوصلش ابدا للكمال وبتفضل تالفه، لو اتفردت بتتقصف بسرعه، ولو ما اتفردتش بتبقى شكلها غير مرضي، لا هي كيرلي وصحيه ولا هي مفروده وشكلها كويس زي الشعر الاسيوي. ده كده اول سبب من اسباب تساقط الشعر بسبب فرد البروتين، هو السبب الخارجي التغيير اللي بيحصل للشعره نفسها. تاني سبب وهي الحساسيه التفاعليه. مفيش منتج يا جماعه لفرد الشعر في السوق حاليا طبيعي، ده شيء مستحيل. ولو في اي اعلان صادفكم بيقول لكم المنتج اللي احنا بنستخدمه ده طبيعي لفرد الشعر، دخله اعشاب، دخله مش عارفه ايه، دخله حاجات طبيعيه، مستحيل. كيميكال كومباوند، مركب، لازم فيه مواد كيميائيه. ايش عرفك ما يبقاش فيه حاجه ضاره زي الالفا ايزوميثايل ايون، ودي حاجه حافظه، مواد حافظه، واحنا ما عندناش ثقافه ان احنا نطلع على المنتجات والمكونات. واصلا التكنيشن او الكوافير او التقني اللي بيعمل لكم عمره ما هيطلع لكم على المنتج نفسه. بالتالي مفيش اي حاجه لفرد الشعر هتحصل بدون الاستعانه واستخدام مواد كيميائيه. وارد ان هي تكون مضره بدرجه عاليه، وارد ان هي تكون مضره وخلاص، ممكن تكون هي مضره بشروط. اول شرط استخدام الحراره، الحراره دي استخدامها ممكن يكون كاتاليست، عامل مساعد لحدوث اي تفاعل ضار. وما انا واخداها بقى حطها بشكل مباشر على ماده لفرد الشعر فيها 300,000 ماده كيميائيه ما نعرفش ده ايه. لو انتوا فاكرين ان الفورمالين هي اكتر حاجه مضره في البروتين، وان لما استخدم حاجه ما فيهاش فورمالين يبقى ده صحيح اطلاقا. البروتين نفسه هو اللي ممكن يكون مضر لطبيعه شعرك. ثم نيجي بعد كده للمواد الكيميائيه اللي موجوده، المواد المساعده، مواد التغليف، ماده شمعيه، كل انواع بروتين فرد الشعر فيها ماده شمعيه. المهم بينتج عنه حاجه فروه الراس بتعمل حساسيه تفاعليه. مش مهم الحساسيه التفاعليه دي تعمل اكلام وهرش وحكه واحمرار والتهاب شديد، ممكن بتبقى صامته. لما بتبقى صامته بتيجي بعد شهرين او ثلاثه تولد حاجه اسمها
تلوجين افلوفيوم. وعلى فكرة 90% من حالات فرد الشعر بتؤدي للتلوجين افلوفيوم دي بعدها بشهرين او ثلاثة، ال 10% الباقيين ربنا بيسترها معاهم، ولكن الاحصاءات اثبتت ان في خلال تاني او تالت مرة لتكرار الفرد بالمادة الكيميائية دي بيتم وقتها استحداث والديفلوبمنت بتاع الحساسيه التفاعليه، وبعدها بشهرين بيبدا التساقط. ومن هنا بيطلع الناس اللي بتيجي تقول ايه، فردت مره واثنين وثلاثه اشمعنى شعري دلوقتي تساقط. ده بيكون التفسير. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو، اعملوا سبسكرايب في القناه عشان يجيلكوا كل جديد، عشان لسه هنتكلم على حاجات مهمه جدا. تعملوا فولو على السوشيال ميديا، اعملوا جوين على جروب الفيسبوك، بنستفاد هناك جدا وبنتناقش، نطلع اسئله، نعمل لايف. ميرسي ليكوا جدا، باي باي.